بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وشلونكم حبيباتي؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا رب العالمين. كما تشوفوا وصفة اليوم اقتصادية وفي نفس الوقت صحية، هي المكرونة بالبيشاميل بالخضار. إن شاء الله تعجبكم وتنجي داركم وتغوش عليكم حبيباتي. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبرشوها هكذا، حبة تاع زهودية كذلك مبشورة، واحد فليفلة حلوة واللي حاب يدير حتى الحار يدير، واحد صغير بصلة متوسط الحجم مقطع إلى قطع صغيرة، المعدنوس وحبة طماطم طبيعية، صدر كامل من الدجاج، صدر دجاج نقصه قطع صغيرة كذلك، التوابل الاختياري كركم في المكحل وكمون و تبدو كروية. كذلك البيشاميل أنا أشبهها جاهزة، أو عندي فيديو لطريقة تحضير البيشاميل رائعة كذلك. الحليب طبعا باش نديرو بيه البيشاميل، والمكرونة اختيارية طبعا حسب النوعية اللي تحبوا تحبوها أو تفضلونها. أنا درت هذه، راح ندير إلا أكثر شوي من النصف فقط. راح نحطها أول حاجة أنها تطيب بالماء وشوية ملح وشوية زيت، ونرجع لكم نكملوا الوصفة. كما تشوفوا حطينا المكرونة تاعنا في الماء، نحطوا لها شوية تاع الملح وشوية تاع الزيت كما قلنا، قليلا فقط. نحرك المكرونة تاعنا ونخليوها تغلي حتى 7 إلى 8 دقائق. نكملوا الوصفة. الوقت اللي المكرونة تاعنا دابا طيب، نديروا شوية تاع الزيت في المقلة، نجيبو الدجاج نتاعنا، صدفة الدجاج نحطوه يتقلى مليح في النار، نجيبو التوابل نتاعنا والملح وجميع التوابل نحطوهم على الدجاج نتاعنا، نحركوه مليح باش تدخلو الجنة تاع التوابل، نبقاو نحركوه غير مليح باش يدخلو فيه في نفس الوقت لأنو مقصوص قطع صغيرة. بعد ما خلينا مليح اللحم تاعنا الدجاج نخلو ثياب ونتنحى منو جميع الماء اللي خرجو. كما تشوفوا نخلو الثياب، راح نجيبو المكونات تاعنا تاع الخضار، راح نحطوها الان ناخذ ملعقه فقط، نحط جميع المكونات طعمها رائع وصحية في نفس الوقت، راح يحبوها أطفالكم كذلك. كما يكونوا خضرة راح ياكلوها مع هذه المكرونة تاع البيشاميل، هذه رائعة. نحرك جيدا المكونات ونغطي عليها باش تدخل المكونات الطياب والبنة تاع الدجاج في نفس الوقت. كما تشوفوا المكونات تاعنا بدات تطيب في الماء تاعها، راح تطيب غير في الماء، ما تزيدو لها لا ماء ولا والو، راح تغطيو عليها تخليوها حتى 15 دقيقة، نقصولها في النار قليلا باش يدخل المكونات بشكل كامل الاطياب. من بعد نتلقاو نكملو الوصفة. نخليو المكونات تاعنا طيب، نجيبو نحضرو لابيشاميل تاعنا، نجيبو مش نصف، اقل قليل من النصف لتر من الحليب، اي بقرابة 300 إلى 400 ملل فقط من الحليب، يعني بهذا المقدار، منكثروش، منديروش نصف اللتر، اقل قليلا باش يجينا لابيشاميل تاعنا خاطرة. نجيبو الكيس تاعنا نديرو كلش بارد في بارد اول حاجة،
قبل نحطوها للناس. راح نزيدو غير شوية الفلفل لك حتى ما تعرفوا اللي بشمل جاهزة، فيها الملح، فيها توابل، فيها طعم البيض، فيها طعم فيها الزبدة، فيها كل شيء. نخلوها حتى تغسل مليح ونبقاو في التحريك المستمر. البشاميل تاعنا راهي واجدة كيما تشوفوا، هاي كيفاش كايدرا حبيباتي، هذا هو القوام اللي نسحقوه. راح نجيبو البلاطو تاعنا تاع المكرونة، راح نديرو تاع الفرن، راح نديرو نصف الكمية تاع المكرونة تاعنا. أول حاجة قبل ما نديرو المكرونة راح نديرو شوية تاع لابيشاميل، نفرشوها هي أولا ما تبقى. الآن حنحط المكرونة، في مصر يقولوا لها المعكرونة. بعد ما درنا طبقة مليحة حبيباتي، راح نجيبو الخليط نتاعنا تاع الدجاج، راح نديرو فوق كطبقة ثانية تغطي المكرونة. تقدروا تتبلوا حتى الدجاج بلا فيون داشي او اللحم المفروم، ما عندوش يدير صبر الدجاج يجي رائع كذلك، ورائع صحية في نفس الوقت. تصبح كوجبة عشاء او غداء صيفية طبعا. راح نكمل المكرونة تاعنا من الفوق الطبقة الأخيرة، راح نغطيوها. طيب غير راح يزيد يكمل يدي حمار فقط، لا بيشامل تاعنا حمار في الفرن ونخلطوها. غطينا المكرونة تاعنا كاملة بلا بيشاميل اللي حضرناها بطريقة جيدة، الحلوان كذلك.
ندخلها الفرن ديجا شعلناه ب 10 دقائق على درجه 180 درجه، مش راح تدي معنا وقت بزاف كما قلت لكم كلش طايب. راح نخليو الوقت انها لا بيشاميل تاعنا تدي احمرار فقط ونرجع لكم. وصلنا مع نهاية الفيديو اختياري، حطينا شوية تاع الفخوماج غبي على لابيشاميل. راح نقطع لكم طرف باش تشوفوه كيفاش جاتنا، ان شاء الله تعجبكم وتعجب اطفالكم كما قلت لكم بالخضار وفي نفس الوقت صحية. وسهلة تصبح كوجبة عشاء أو غداء. عقد ما تبرد هي عقد ما تحتمرها، أنا ما خليتهاش تبرد، هي من الأحسن إنها تخليها تبرد شوية. ولي تحت مرحة أكثر ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم، مع انتظار وصفات اخرى في الايام القادمه. ما نبقى لي غير نقول لكم في امان الله وحفظه، مع السلامه.